نبتدي نعملها مع بعض. اشيل كل الغطا من هنا، نغطي ده. في الويكند عايزين وصفات بسيطه لذيذه ومشبعه وبتاكل عدد. هنحط زيت زيتون طبعا، ليبيا من بلدان البحر الابيض المتوسط اللي قلنا انه هي كلها بتشتهر بالزيتون ومنتجات الزيتون، الزيوت والمخلل وكل حاجه. هنحط ايه؟ هنحط بصل وهنحط ثوم، دول الاساس بتوع الوصفه. هنبتدي ببصله مفرومه. خلوني انا كنت طفيت النار، هو لسه على حرارته اللي كانت تحت المبقبقه اللي عملناها. هنقلب البصل وهنحط معاه التوم. دي تقريبا بصله مفرومه عليها شويه حلوين من التوم، يعني خمس ست فصوص، لو صغيرين ممكن يوصلوا لعشرة. بحبه يبقى مهروس تماما. انا عندي معلقه هنا، اين المعلقه؟ اهي. هنقلبهم شويه، مش عايزين نديهم لون بني، مجرد بس انه يتدبلوا كده. دايما بقول لكم خليط الثوم والبصل دول، هنتكلم في حلقه عن الحاجات اللي بتليق مع بعض في المطبخ، وبكل المطابخ بتلاقيها مرتبطه ببعض، زي ما قلنا قبل كده الزيت والزعتر، الثوم والبصل، خلطات كده اي مكان يتحطوا فيه بيليقوا مع بعض، زبده ومربى، عسل وقشطه. دايما الكلمه لما نقولها بتقترن، يعني اسم المكون بيبقى مقترن باسم مكون تاني. ممكن نلعب اللعبه دي يوميها على الهواء، ايه رايكم؟ عسل، قشطه، زبده، مربى، بس لازم تفكروا معايا بحاجات تانية. طيب هنضيف، انا عندي هنا فلفل احمر حراق وفلفل اخضر، ممكن ده او ده، بس حبيت اوريكم التو اوبشنز، الخيارين والكميه حسب رغبتكم. انا بصراحه بحب المبقبقه كده سبايسي. يامي يامي يامي. بالنسبة للحمة أو الفراخ، وفي ناس صايمة ممكن يعملوها من غير بروتينات خالص، يعني يستخدموا بس المكرونة والبطاطس. هنحط إيه؟ هنحط دلوقتي البهارات. هقول لكم البهارات هنا في الوصفة دي إيه؟ كزبرة ناشفة وكمون وكركم. طبعًا في ناس ممكن يقولوا لي في مبقبقة بطريقة تانية. أنا وأنا بعمل دايمًا بحث عن الوصفات، حتى وصفاتي مثلًا أنا عارفاها التقليدية الفلسطينية، فمثلًا وصفة القدرة الفلسطينية. هنعمل القدرة مع بعض. بتتعمل بخليل بطريقة معينة، بغزة بيحطوا عليها مكون زيادة، فبنقعد نتناقش النقاش الشهير، لا دي مش المبقبقة، لا دي مش القدرة، لا دي أكلة حلوة. خلينا نقول إحنا بنخلي الأكلات كلها عايشة. أنا حطيت كمون، حطيت معلقة كمون، هحط معلقة صغيرة كركم. يعني وأنا بعملها أسمى بتقول لي، اسماء ماي فود بروديوسر، بتقولي بس المبقبقه ما فيش فيها، انا بعملها من غير كركم. قلت لها وانا بعملها بكركم، قلت لها جربيها انت مره بكركم وانا هجربها من غير كركم، وبالاخر هتطلع الاثنين حلوين. ودي كزبره ناشفه، هحط معلقه كبيره كزبره ناشفه، وطبعا هنحط رشه الفلفل الاسود، وانا مش هحط ملح لانه هنحط مكعبين من مرقه الدجاج من ماجي، ملحهم مظبوط، وفيهم برضو كركم وفلفل اسود، وهيظبطوا طعم الاكله جدا، وهيدوا صوص الطماطم اللي هنعمله نكهه غنيه. خلاص قلبنا الخليط ده. هنقلب دلوقتي اللحمه المفرومه، قلت لكم هنعملها بلحمه مفرومه. يقال انها بتتعمل باللحمه الضاني، بس هي دي لحمه بقري، اللي بيحب الضاني ممكن يستخدمها. انا بحب الضاني، بس ايه، بحب ضاني معين، بحب يبقى اللي بيسموه بمصر البرقي تقريبا او البرقي، بحبش فيه ريحه الزفاره او الجدي الصغير، يعني ببقى فيري بيكي، يعني حريصه جدا وانا بختار اللحمه الضاني. هنقلب اللحمه لحد ما ريحه الفلفل الحراق، مش هحكي لكم، شربت البهارات اللي حطيناها والبصل وكل حاجه، الزيت شايفين ما فيش زيت تماما تقريبا، فهزود شويه زيت زيتون، ونتاكد انه اللحمه مش لازم تبقى فولي كوك، استوت تماما، لانه لسه هتستوي بالصوص، بس ابتدت تستوي. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين بطاطس مكعبات، خلي دي تستوي، مكعبات نيه مش مسلوقه، هي هتتسلق. هي الفكره هنا مفيش خطوات قبل الوصفه، يعني مش هنسلق بطاطس، مكرونه مش مسلوقه، البطاطس مش مسلوقه، كل حاجه رو، اللحمه مش متحم، يعني مش متعصجه، دي احلى حاجه فيها. 1 بوت
مبكبكه. وهي دي اصلها يعني مش اختراع من عندي. معانا وقت قد ايه؟ معانا دقيقه واحده. خليني بس اقول لكم بعض الاسئله اللي بتجيلي يا شيف. انا لو ما بحبش المكرونه اللي هي مثلا بعمل وصفه فيقولوا لي ايه انا ما بحبش نوع المكرونه ده، دايما بقول لكم انتوا غيروا. احنا لما بندي وصفات يعني مثلا بعمل مكرونه بشاميل بالبنه، فيجي لي سؤال انا ينفع احط الفراشه او ينفع؟ طبعا ينفع. المكرونه او الرز الا الاكله اللي معموله برز بسمتي وانت بتحب الرز المصري مش غلط ابدا انك تغير في حاجات نكهتها واحده. لازم تبقوا انتوا وانتوا بتشوفوا وصفه قادرين على تغيير بعض المكونات ناقصه عندكم، استبدال مكون بمكون، ابتكار حاجه جديده. بحب لما تتفرجوا عليها تبقى انسبريشنال، يعني مش لازم بحذافيرها. يعني اللي ما بيحبش الكزبره الناشفه هنا او ما عندوش ممكن يقول طب ما اجرب احط كاري على المبقبقه. تفتكروا لو حطينا كاري على الخلطه دي ممكن تبقى حلوه؟ اكيد هتبقى حلوه. اه يمكن ما تبقاش المبقبقه التقليديه بس هتبقى حلوه. طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل. استنيتكم ما عملتش اي خطوه، كملت سوى اللحمه. هنعمل الخطوه الجايه بس الاول خلونا نحط معجون الطماطم اللي هي صلصه الطماطم. هنحط معلقتين كبار، بحب دايما زي ما قلت لكم اسويها قبل ما نحط السوائل. نقلبها شويه وبعدين هنضيف 3 كوبايات عصير طماطم او طماطم كراشت او بيوريه طماطم. اهم خدوني انزل الباقي وهنضيف الميه. هنضيف تقريبا 3 كوبايات ميه برضو. خلاص ودلوقتي وقت انه نحط زي ما قلت لكم مكعبين من مرق الدجاج من ماجي. هاخد مكعبين لاحظتوا انه ما حطيناش اي ملح، ملحها مظبوط جدا ومش محتاجه اي ملح، وكمان فيها نكهات بهارات بتعزز النكهه. هنقلبهم واحنا بنرد على مروه. هاي مروه. هلو هلو. هلو هلو يا مروه. هاي شيك ماي، ازيك عامله ايه؟ انا تمام حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي يا مروه حابه تساليني ايه؟ بصراحه انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك جدا حبيبتي. يعني حبيبتي حاولت كتير جدا يعني معلش احنا عندنا يعني المحبين كتار ودي نعمه من رب العالمين، نحاول نتواصل معاك. وانا متابعاكي على طول على الانستجرام وكل الحاجات اللي بتعمليها بعملها على طول يعني. برافو يا مروه فرحتيني. انا بس كنت عايزاكي يعني تكتري لنا بس من الاكل الصحي والدايت والحاجات دي. يوم ما عملتي البرجر صحي وغير صحي كان حلو قوي الصراحه. لا ما هو مفيش الاثنين كانوا صحي، خلي بالك اللي هو اللي هو كما قال الصحي عالي السعرات صحي. ايوه الصحي عالي السعرات والصحي قليل السعرات. كل الاكل يا مروه اللي بنطبخه هنا اكل صحي، بمعنى كله معمول بالايد، كله المكونات اللي انتم شايفينها كله بنعمله قدامكم. الفكره انه في صحي لو كلنا منه كتير او احنا ماشيين على نظام غذائي ممكن يتخنا، لو فيه زيوت كتير لازم ناكل منه. فاكره الدكتور ايمن رشوان كان معانا قال لنا نراعي الحصه، ناكل من كل حاجه بس الكميه اللي بناخدها نراعيها انها ما تكونش كميه لعشر اشخاص، كميه لشخص واحد، ونلعب رياضه الى اخره. عملنا من الاكل الصحي، خليني افكرك، عملنا قوارب البتنجان كانت معانا اسماء شريف منير فاكره؟ عملنا البراونيز اللي بالحمص، البراونيز عملنا براونيز بالافوكادو، عملنا بان كيك صحي برضو بالقرع والشوفان، عملنا اكل كتير صحي قليل السعرات او صحي مليان سوبر فودز. يعني هي الحلقات دي الصراحه احنا بنحبها جدا يعني فايه حاضر يعني هقول لك حاجه، مين فينا ماشي طول الوقت بامانه طول الوقت في حياته على دايت؟ يعني لا اكيد لا طبعا. فانا يعني انا عن نفسي بحب اكل الاكلات كما قال الكتاب، يعني يوم ما ماما تبقى او انا عامله اكله يعني باكلها وتاني يوم بقلل
بتحرك. فالتوازن اللي ماشي على دايت 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 يعني، يعني ممكن يروح يجمع كل الوصفات اللي احنا عملناها، وهتلاقي عندي على الانستجرام وهتلاقي في البرنامج. لا عملنا حاجات كتير، ودايما بقول لكم ازاي تستبدلوا المكونات في الوصفه بمكونات تانية. خلاص وعد، احنا اوريدي مقررين انه ندخل كل اسبوع، وفعلا نعمل كده كل اسبوع اكلات لايت، هي دي الكلمه الاصح. طيب حبيبتي في سؤال تاني؟ لا يا حبيبتي، انا بس مبسوطه جدا جدا ان انا كلمتك والله، وبفرح لما بترد عليا على الانستجرام اما ببعت لك الاكل اللي انا بعمله، بجد بتفرحيني قوي. حبيبه قلبي انا بفرح لما انتوا بتعملوا الاكلات وبتجربوها وبتبعتوها لي، بتسعدوني لانه بتحسوني اني انا كل اللي بعمله جاب نتيجه. شكرا جدا على مكالمتك حبيبتي واسعدتيني. طيب احنا بنضيف ايه هنا دلوقتي؟ بنضيف البطاطس، ودي ممكن تحطوها او لا، بس هي موجوده بالوصفه التقليديه. هنقلب البطاطس، خليها تستوي شويه، كميه زي ما انتم عايزين، يعني تقريبا انا حاطه هنا كده بطاطسيتين كبار. وهنعمل ايه؟ هندوق نشوف اخبار النكهه. خطيره، بصل، ثوم، فلفل، خلطة يعني لوحدها كده مع شوية طماطم تتغمس، شبه أكلة عندنا بفلسطين بسيطة جدا اسمها قلاية بندورة، يعني قلاية طماطم، طاسة قلاية بتبقى بس توم من غير البصل بصراحة، توم وشوية زيت زيتون، شرايح الطماطم بتتقلب فيها، وفلفل حراق كتير، وعيش سخن. كنت بابا هنا حبيبي حاولت اقنعه يطلع معانا في حلقه، قال لي يا بابا انا ما بعرفش اعمل غير القلايه. قلت له خلاص اعلم لك وصفتين كمان وتعالى انا وانت نعملهم ان شاء الله. طيب احنا هنحط حطينا البطاطس، هناخد دلوقتي المكرونه، اي مكرونه، بس خلوا باعتباركم حاجه انه المكرونه هنا بتتسلق جوه سائل كثيف، تمام؟ يعني مش خفيف زي الميه، فكل ما تكبر كل ما هتحتاج سوائل اكتر او فتره اكبر بالطهي. احنا بنستخدم المكرونه اللي بتستخدم في الكشري، ما اعرفش بصراحه اسمها بالظبط يعني ايه، و مرمريه. طيب مكرونه هم بيقولوا لي بالكنترول، مكرونه مرمريه، حلوه الاسم ده، واللي فيها منها احجام يمكن دي صغيره، فانا هحط هنا تقريبا، انا كنت حاطه في الكميه دي كيسين صغيرين. خلونا نشوف المرمرية دي هتستوي بسرعة جوه السائل اهي، مجرد انها تغلي. ولو حسينا، طيب سؤال، حسينا انه شربت السائل ولسه ما استوتش قوي، هنزود المية. لما نزود المية بنزود ايه؟ لما نزود المية بنعمل حاجة اسمها ديليوتنج للوصف للفليفرز. يعني ايه ديليوتنج؟ بنقلل، احنا دقنا لقيناها مظبوطة، دقنا كل النكهات هنا لقينا الملح مظبوط والبهارات مظبوطة، لما نزيد مية هتخف كل النسب، لانه السائل اللي ملوش طعم ده خفف نسبه الملح، نسبه البهارات الى اخره. فهنضيف ايه مثلا؟ لو ضفنا ميه على اي وصفه هنضيف صلصه طماطم ومثلا رشه ملح. لو استوت لا، هو ده السؤال اللي كنت عايزه اجاوب عليه. لو طلعت ناشفه بنزود السوائل. لو طلعت السوائل كتير وهي استوت، ساعات كتير انا بحب المبقبقه فيها شويه سائل، لو زيادة ممكن نشيل السائل عن الوش وخلاص. كل المشاكل في المطبخ بيبقى ليها حلول، وحلول سهلة وبسيطة. هنسيبها تغلي ونغطيها وندوق اللي احنا عملناها. هي هتستوي، شايفين كل حاجة، المكرونة نية، بطاطس نية، كل المكونات اتحطت هنا في حلة واحدة. هيفضل عندنا بعد ما ناكل الحلة دي بس علشان ننظفها. أين الطبق؟ أنا محضرة طبق علشان آكل، محضرة مغرفة، تعالوا ندوقها مع بعض. بس عايزة أعمل حركة أنا وعدتكم بيها، قلت لكم هي في الوصفة اللي أنا عملتها قبل كده، بنضيف نصف النص يعني الخضار اللي هي البقدونس والكزبرة، بنضيفهم في مرحلة الطهي نصهم، والنص الثاني بنضيفه على الوش. ده بيدي طعم خلال عملية الطبخ، والتاني بيدي فريشنس على الوش. وسخت الإبرن. عايزين نعمل والله حلقة، عندنا حد هنا في الاستوديو البروديوسر تعشق الدي اي واي، الحاجات اللي
في البيت بنعملها بسيطة من الخل وكربونات الصودا إلى آخره، اللي بتطلع البقع من الخشب من الهدوم. نعمل حلقة عن حوادث المطبخ مع الهدوم، وإزاي في أفكار، لأنه في صحابي بيقولوا لي في أفكار كتير، ممكن تحطي بودرة، ممكن تحطي نشا. هحاول دلوقتي بالفاصل بسرعة. أنا كنت عايزة أحط إيه؟ أحط دلوقتي شوية نشا، أنا عندي نشا هنا، فممكن بالفاصل احط شويه نشا واحاول انظفها، لانه انا ما ادراكم وحوادث المطبخ والهدوم اللي بتبوظ. كميه هدوم باظت عندي من بقع الزيت ومن الطماطم خطيره. تعالوا ندوقها مع بعض. ريحتها تجنن، طعمها يجنن. فيش، بصوا المكرونه اكيد انتم متخيلين طعمها، حراقه وطماطم وكزبره وثوم وبصل والبطاطس شكلها تحفه. البطاطس ضيفة على فكرة للطعم، لأنها شربت كل النكهة. هنسيب دي تستوي وهنعمل مع بعض شوكليت تويست، ولو لحقنا هنعمل مشروب بشربه أنا تقريبا كل يوم اليومين دول علشان المناعة والصوت. استنونا.